الله سهلة بالجميع، سعد لي صباحكم على مساكم. شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين ومستصحين. بشرو عنكم، الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم قصة حزينة وكئيبة وتجرح القلب وتكسر الخاطر. الله يصبر كل من صاب مصيبة ويخلفه أخير منه. القصة تدور أحداثها عن طفلة سعودية تعرضت للخطف والاغتصاب، ثم العمل كخادمة بيوت باكستان 25 سنة، وبعد أن وجدت أهله رفضوا رجعته أو أبوه رفض رجعته. القصة واقعية ولكنها أقرب للخيال بأحداثها وتفاصيله. القصة واقعية ولكن الضحية اسمها فاطمة. تقيم فاطمة هي وأسرته جنوب السعودية، تحديدا بعام 90 ميلادي قرر والد فاطمة أنه يتزوج زوجة ثانية على زوجته، زوجة سورية. قبلت لهم بزواج زوجة عليا، وأقامت الزوجة الثانية مع زوجته الأولى بنفس البيت. بعد فترة من زواج والد فاطمة بالزوجة السورية واستقراره مع أم فاطمة ببيت واحد، بدأت غيرة السورية تشتعل، فقررت إنها تنتقم من زوجته الأولى وأطفاله. راحت الزوجة السورية للبقالة اللي بجنب بيتهم بالقرية الصغيرة، والتقت بصاحب البقالة الباكستاني البالغ من العمر 45 عام، وبدأت تسأله عن أحوال العمل وعن الحي. قال له العمل مو مثل قبل، والأحوال لتعالية، والعمل بالحي مو مثل أي العمل بالمدن. قال والفلوس شوي، ما من شغل وما من مربح. فقررت انه تتفق معه على خطة تغنيه طول العمر او صفقة تغنيه طول العمر. فاتفقت زوجة الاب السورية مع الباكستاني انه ترسل البنت او الطفلة فاطمة وعمره 13 سنة لما ويخطفه ويغتصبه ويهربه مقابل الحصول على الذهب وجميع أموال السورية. وجاء اليوم المشؤوم للطفلة فاطمة. أطلبت زوجة الأب من فاطمة أن تروح للبقالة تجيب لبعض الأغراض. فعلا توجهت فاطمة للبقالة، وأول ما دخلت البقالة دري الباكستاني انه هذه يوم الخطة، وهنا بدت الخطة، وهنا بدت الخطة. قرر الباكستاني انه يقفل البقالة ويسوي جريمته. فعلا سوى جريمته وهربت الطفلة فاطمة وتوجهت للبيت وهي بحالة عياء وبكاء وخوف ورعب من جريمة 40 الباكستاني به، ولقت زوجة أبوه قدام الباب تطلب من الطفلة إن ترجع للباكستاني وتنحاش معه، لأنه أبوه إذا دري بالجريمة رح يقتله، رح يقتل الباكستاني معه. فرجعت الطفلة فاطمة للباكستاني، وهنا عرف الباكستاني ان الخطة ما زالت مرسومة زي ما يبي هو وزوجة الاب السورية. قرر الباكستاني انه يخدر الطفلة ويستقل سيارة وهرب من جنوب السعودية الى جدة. بعد ما رجع لابوه للبيت استقبلته زوجته وقالت له بنتك فاطمة طلعت وما رجعت. جن جنون الأب
وصار يبحث عنه هو وعيال عمومته وباقي أسرته، لكن ما حصلوا شيء، ما لقوا البنت. هنا قرروا إنه يروحون يبلغون الشرطة عن اختفائه. بعد ما بلغ الشرطة وصاروا يبحثون عن البنت وبدون ما يحصلونه، ما لقوا له أي أثر. زادت حالة الأب سوء، وزادت ضغوطات المجتمع اللي حوله من أسرة الأبو وقبيلته، وزاد الكلام. فقرر الأبو إنه يكذب على قبيلته إنه لقى البنت وكانت برفقة صديقته وإن أموره سليمة، وسكر السالفة. وبعد مرور سنتين أعلن عن وفاته. وهنا نرجع للباكستاني والطفلة. بعد ما استقروا بجدة لمدة 30 يوم، أي شهر، أقنع الباكستاني بالمال موظفين السفارة الباكستانية إنه زوجته، وإنه فقد جوازه، وإنه يحتاج الجواز بدال فاقد. وطلع جواز للطفلة فاطمة تزوير، وهرب به الباكستان. وصلوا الطفلة والباكستاني الأربعيني الباكستان، وصلوا عند أسرته وأخبرهم إن زوجته الثانية وإنها سعودية. جن جنون زوجته الأولى وقررت طرده من بيته، البيته الزوجة. وسكنت فاطمة مع أسرة الأربعيني لمدة سنتين، بخلاله احملت وجابت طفل من زوجها الباكستاني أو خاطفه الباكستاني. قرر الباكستاني وزوجته الباكستانية صفقة إنه يخلون فاطمة خادمة لهم مقابل أن تحصل على الأكل فقط دون مال. وقت حاولت فاطمة كثير إنها توصل لها بشتى الطرق، لكن ما قدرت لعدة أسباب، منه حرب باكستان مع الهند، ومنه عدم وجود مواقع تواصل تقدر توصل له عن طريقه لأهله. أنجبت فاطمة طفلته أمل، بعده أنجبت طفله محمد. وبعد مرور 22 سنة ما زالت فاطمة تعمل خادمة ببيوت باكستان علشان تجني المال تربي أطفاله بعد ما تخلى عنه زوجه. قبل 10 سنوات من الحين توجهت فاطمة مع أطفاله تتمشى بأحد الأسواق البسيطة بباكستان، والتقت بالصدفة بسعوديين يعملون كملحق عسكري بالسفارة السعودية، ونادتهم واستنجدت بهم وعلمتهم قصتها الخيالية وقصتها عليهم، وما صدقوه. حتى ذكرت لهم منطقة بالجنوب وقالت لهم اسمه واسم أبوه كامل وأمه كامل وقبيلته. قرر واحد منهم، واحد من أحد العساكر هذولا، قرر أنه يساعد فاطمة، وعطاه وعد أنه يقدم له يد العون والمساعدة. وتوجه العسكري للسعودية وصار يبحث عن أسرة فاطمة، وفعلا لقاهم، لقى رقم أبوه واتصل فاطمة وعطاه جميع أرقام أسرته. اتصلت فاطمة على أبوه الفجر في شهر رمضان، وذكرت له إن بنته فاطمة المختفية قبل 22 سنة. ألبو توقع إن الاتصال جاي من واحدة من بنات قبيلته، يبي يختبرون ألبو إنه كذاب، إنه كذاب ما لقى البنت. إلين ما إن بنته فاطمة ذكرت له القصة وهي منهارة وتبكي. رفض الأب استقباله وقال له نسيناك
والناس نسوك، خلاص روحي بحال سبيلك، ما نحتاجك بحياتنا. رفض استقباله وسكر الجوال أو سكر المكالمة أو أغلق المكالمة. رجعت واتصلت وطلبت واحدة من خواته وعلمته أخته إن أمه توفت وهي حزينة عليه عقب اختفائه بسنة واحدة. سكر الأبو والاتصال ورفض استقباله أو استقبال اتصاله. هنا يأست فاطمة وضاق صدره ودخلت بحالة اكتئاب، لأنه ما رح ترجع للسعودية ولأن أبو رفض استقباله. إلا أن العسكري السعودي باكستان ما تخلى عنه وقرر أنه يساعده إلين ما تحصل على حقوقه كاملة كمواطنة ظلمت. أرسل العسكري خطاب للسفارة السعودية بالتواصل مع الأبو علشان يأخذون جميع أوراقه ومستندات فاطمة. وهنا دري الأبو أن الحكومة تدخلت ولابد من رجعته لبلاده وتصليح أموره. فعلا رجعت فاطمة السعودية للرياض بعد مساعدة السفارة السعودية وتكفلت بعودته كاملة وإقامته. وصلت فاطمة للرياض ورفضت أسرته استقباله أو حتى زيارته لهم أو إن تعرفهم. ودخلت فاطمة بحالة حزن واكتئاب لأنها رجعت بدون عياله، كذلك ما رح ترجع لأسرته اللي رفضت استقباله. بعد سنتين من رجعة فاطمة ظهرت فاطمة برنامج الثامنة وهو برنامج معروف مع داود، وتداول السعوديين قصته. بعد تداول قصته وصلت قصته لأمير منطقة جازان، وهنا وعد فاطمة أنه يحسن من حالته بمنزل ووظيفة ومال، كذلك وعده أنه يحسن حالته مع أطفاله الباكستانيين ومحاولة إنقاذهم. لكن زوج فاطمة اختفى اللي هو الباكستاني المغتصب، اختفى قبل رجعة فاطمة، ما يدرون عن مصيره، هو حي ميت ما يدرون عنه. أما بالنسبة لزوجة الأب السورية انفصلت عن والد فاطمة بعد خطفها بسنتين وما حد يدري عنه أي شيء. رجعت فاطمة معززة مكرمة الوطنة وحكومته اللي قررت مساعدتها وحصولها على حقوق كامل كحقوق مواطنة كامل من عمل وسكن واستقرار. وانتهت معاناة دامت 25 عام. كذا تنتهي قصة